اكو مشكله في اطار القرارات الدوليه التي يصدرها مجلس الامن او الجمعيه العامه للامم المتحده. حتى كلمه كوتريش يعني في اطار الجمعيه العامه للامم المتحده اليوم تحدث عن الدمار الذي شهدته غزه، وتحدث ايضا عن وقف هذا الدمار، ويجب ان يكون هنالك من تكاتف دولي. اذا الجمعيه، رئيس الجمعيه العامه للامم المتحده يترجى المجتمع الدولي الى وقف هذا اطلاق النار. اذا هذا وفشل وفشلت الدول اللي دائمه العضويه الخمسه الكبار في مجلس الامن ان تصدر قرار يلزم اسرائيل، ولو صدر وحتى صدر قرار ولكن هذا القرار لم ينفذ على صعيد الواقع. القوانين الدوليه بيد امريكا وبيد الكيان الصهيوني. شوفي، امريكا عندها القانون الدولي، اذا كان يتماشى معها فهي تطبق هذا القرار والقانون وتدين هذه الدوله التي لا تطبق هذا القانون. واذا كان هذا القرار او القانون ضد سياساتها وضد ربيبتها الكيان الصهيوني، نجد بانها تتخذ موقفا سلبيا مثل هذه القرارات. ولاحظنا بان اكثر من 3 مشاريع قرارات قدمتها الجزائر العضو الغير الدائم في مجلس الامن استخدم الفيتو الامريكي تجاه مثل هذه القرارات. انا اتوقع اليوم التعويل على المجتمع الدولي تعويل خاطئ. حتى اليوم حتى بعد ما على مستوى غير المقاومة، هو احنا وصلنا الى مرحله حتى مساله قرارات الجامعه العربيه. تدرين العراق في 2012 قدم مقترح لتعديل النظام الداخلي للجامعة العربية، ولكن أيضا لم يستحسن هذا الأمر لجميع الدول العربية الموجودة في داخل الجامعة العربية باعتبار العراق بلد مؤسس الجامعة العربية. لماذا؟ لأن كل قرارات الجامعة العربية هي قرارات غير ملزمة للدول، وهي مشكلة بحد ذاته. حتى لو كان هنالك اتخاذ قرار فيما يسمى بالقضية الفلسطينية، لاحظناها القمة الأخيرة قمة المنامة، هل من معقول بأن الزعماء والرؤساء ما عدا العراق تحفظ على ما يسمى بحل الدولتين؟ هل من معقول بأن رئيس السلطة الفلسطينية ومجموعة من الدول، لا نريد أن نذكر أسمائهم، يتحدثون بأن المسؤولية التي قامت بعملية التدمير تتحملها حماس مو الكيان الصهيوني؟